أتقدم بكامل تشكراتي للصحافة المحترمة التي تعكس واقعا نزيها من الوقائع الاجتماعية. وبهذه المناسبة فإنني أنوب عن الطرف المدني أو الضحية التي تعرضت لهذا التعنيف، لكن بالمقابل فإنني دائما أحترم الأشخاص الذين شهد عليهم التاريخ وتركوا آثار أقدامهم على رمال الزمن، فالأستاذ المحترم هو أستاذ المحنك، ورغم ما صدر منه فإن عائلة الضحية كانت محترمة وكانت مشرفة وأدلت بدلوها أمام الصحافة المحترمة، وكانت دائما تفكر ليس لها حس انتقامي ولا تفكر في الانتقام بصفة خاصة، ومن ثم فقد سايرناها في نفس الموقف. يقينا منا أننا دائما نهتم بهذه القضايا الوطنية والاجتماعية والمحلية على أساس أنها قضايا ترتفع فوق كل اعتبار، لأن الهدف الأساسي هو استعمال الحكمة واستعمال الرزانة واستعمال التعقل بدلا من التهور، خصوصا وأننا أمام أستاذ محنك له من الثقافة ما لا يمكن إطلاق حصره، وله من الأخلاق ما لا يمكن تصوره، لكن وقع ما وقع، ونحن الآن لا نستجيب لرغبات الهواجس بقدر ما نستجيب دائما للواقع الذي نعيشه.